الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، في هذه الأجواء والأمطار المباركة، نسأل الله أن يديم علينا عليكم الخير، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا الخير محينا أبدا. نجلس أيضا مجالس العلم، والأفضل في ذلك مهما حدث الاستمرار وعدم الانقطاع، فالخير منوط بالإنسان إذا استمر. والمسألة التي تفرق بين طالب علم وآخر هو الاستمرار. كثير ممن في أول لحظة ترى له همة عالية وترى له نتاجا، ثم بعد ذلك تأتيه الغفلة ويتقاعس حتى ينتهي. هذه كما قلنا آفة كل من مشى على هذا الطريق، هذه آفة كل من مشى على هذا الطريق. فالحق بأن الأصل في طلب العلم الملازمة، والأصل في طلب العلم الاستمرار، ولا يجد المرء ثمرة إلا بذلك. الحافظ ابن حجر يقول: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ولذلك لازم أبو حنيفة حماد ابن أبي سليمان 40 سنة، ولازم الإمام مالك الزهري 20 سنة، ولازم ربيع الرائي قريب من 20 سنة، وابن القاسم أيضا لازم الإمام مالك قريب من 20 سنة. فهذه مهمة جدا، هذه المسائل التي يعني لابد الإنسان أن يضع نصب عينيه، ألا وهي مسألة الاستمرار في الطلب، وهذه الفاصلة الفارقة بين طالب علم وبين آخر. لذا نحن نرى في عصورنا أنه قليل جدا من طلبة العلم الذين يتقنون، قليل جدا من طلبة العلم الذين يتصدرون على تأهيل، قليل جدا من طلبة العلم الذين تراهم إذا تكلموا في المسألة وجدت الرصانة والتحقيق والتحرير، وهذا لأنهم يتعجلون الثمرة ولا يثابرون على طلب العلم. طلب العلم لابد لهم جد واجتهاد وملازمة، كما قال الإمام الشافعي: وملازمة أستاذ وطول زمان، لابد لطالب العلم أن يكون كذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما زلنا مع كتاب اللامية، لامية ابن تيمية، نسأل الله العالم أن يسر لنا إتمامه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. جزاكم الله خيرا. هنا الآن بعدما بيّن المصنف أن من دين الله جل في علاه من أصول الإيمان حب الصحابة والمودة، أيضا مودة القربة، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسل ابن تيمية بذلك لله جل في علاه، كما بينا التوسل المرة الماضية وأقسام التوسل. قال المصنف: ولكنهم قدر على، ولكلهم أعتذر، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، فهو يفضل أبا بكر على جميع الصحابة. أولا هذا يعني فارق وعلامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران، والروافض الخبثاء لا يفضلون أبا بكر، بل يسبون أبا بكر، يلعنون أبا بكر، يكفرون أبا بكر.
هذا تباين بيننا وبينهم، تباين بين أهل الإيمان وبين أهل العصيان من الروافض الخبثاء. فإن الخبثاء هؤلاء من الروافض يقولون عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقولون عنه وعن عمر بن الخطاب أن البركة في اليوم عندهم الليلة لا تكون إلا بلعن صنمي قريش على أبي بكر وعمر، ويكفرون أبا بكر ويكفرون عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون هم سلبوا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه واغتصبوها منهم، خسئوا وخبثت ألسنتهم وأنفسهم، وعليهم من الله ما يستحقون. لذلك قال الإمام الشعبي، قال فضلوا هؤلاء الخبثاء أهل الكتاب بإيش؟ بخصلة. قيل لأهل الكتاب من اليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا من صاحب موسى. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم؟ قالوا من صاحب عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الخبثاء من شر الناس فيكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رغم أنوفهم، أبو بكر رغما عن أنفسهم وعن يعني ما يشتهون، أبو بكر هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قد فضله الله تعالى من فوق سبع سماوات، وألقى عليه السلام من فوق سبع سماوات، وتحدث عنه بصيغة الجمع من فوق سبع سماوات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل بإظهار فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما أنه قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس على الإطلاق خلى الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولك في أبي بكر أمور، انظر إلى كتاب الله جل في علاه والآيات الشاهدة بفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب يجزم بأن قول الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، قال الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك قال علماؤنا أول من أسلم أو أول من أسلم عموما أول من أسلم هو أبو بكر، وبعض العلماء يختلفون في ذلك، يقولون علي، وبعضهم يقول خديجة، وإن كان الجمع الحسن أنهم قالوا أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأولية منوطة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان علي بن أبي طالب يقسم بالله أن لقب الصديق لقب به هذا الصديق من فوق سبع سماوات، أن الله أنزل له اسم الصديق بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شهد الله له بالإخلاص والتقى والورع، وشهد الله له بالمكانة العلية السامية عنده عندما قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أنا ألفت الانتباه على أن كل آية جاءت في مدح الصحابة فهي في مدح إيش؟ أبي بكر، لأن في مدح أبي بكر لأنه من الصحابة، ولكن إفراد أبي بكر بالثناء عليه في الكتاب منقبة ليست بعدها منقبة. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى، وقال جمهرة المفسرين هذه الآية نزلت في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيجنبها الأتقى، فذكر الله جل في علاه عنه أنه إيش؟ الأتقى، الأتقى أفعل تفضيل، كأنه يقول وجميع الصحابة يشتركون في هذه المنقبة وهذه الفضيلة وهي التقى، وأبو بكر أتقاهم رضي الله عنه وأرضاه. قال وسيجنبها الأتقى، فأبو بكر بشهادة رب العالمين أنه الأتقى، فقدمه على جميع الصحابة بالإطلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الاستخلاف وقال أتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا كل المؤمنين، لا يمكن لأحد أن يقول أنا أولى من أبي بكر. حتى لما يعني قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب بسط يدك أبايعك، قال ليته قالها غيرك، قال أتقول ذلك وفينا مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل
أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قدمه الله وهو من السابقين الأولين، فهو الأولية منوط به. قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فأثنى عليه أنه الأتقى وأثنى عليه أنه الذي يؤتي ماله يتزكى. طب ممكن يتزكى ويكون له حظ ونصيب من الثناء الحسن أو رؤية المكانة عند الناس أو ممدحة الناس له، أو أن يكون فعل ذلك لله. فالله تعالى بعدما أثنى عليه بأنه الأتقى وأنه يتزكى أظهر أن هذه التزكية أو هذه الزكاة لا تكون إلا لله جل في علاه، إخلاص تام، وهذه شهادة من فوق سبع سماوات. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى. فهنا شهادة، شهادة تامة غير منقوصة من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات بإخلاص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. بل هو الذي كان كريما جوادا رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء عروة بن مسعود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أترى أحدا فعل بقومه ما تفعل أو ما فعلت؟ إنك تقطع يدك، إنك تجدع أنفك وتقطع يدك بيدك. فقال له: وما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس، سيفرون عنك عما قريب. فلما قال ذلك سمع أبو بكر فاشتد الأمر عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه كذا، قال أمصص كذا، الكلمة المشهورة التي قالها أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي، وكانت شديدة، والعرب لا تقبل هذه الكلمة بحال من الأحوال. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو بكر. فقال عروة: لولا يد لك عندي ما كافأتك بها، يعني ما رددت عليك لرددت عليك. فكان كريما جوادا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يتزكى وينفق ماله لله جل في علاه، كما سنبين أولية أبي بكر على جميع الناس. قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والإخلاص عزيز، كل الناس يمكن أن يعمل، أن يسعى، أن يتنافس، لكن ليس بالقريب أن نرى أحدا يعني يلهم الإخلاص في مثل ذلك، ليس بالقريب أن نجد أحدا يلهم الإخلاص في كل فعل وقول، ونحن نحتاج إلى ذلك حاجة عظيمة ماسة. هنا الله جل في علاه قد أثبت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الإخلاص من فوق سبع سماوات. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني لكن فعل ذلك فقط ابتغاء وجه ربي الأعلى، يعني الإخلاص، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. وهذه الآية جازمة بأمر ما هو؟ وهذا رد على الرافض، الرافض الخفاء يقولون كفر، والله جل وعلا قال إيش؟ وسوف يرضى. وهذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة لا نسخ فيه، فأثبت له أنه له الرضا، والرضا له معناه أنه قد رضي عنه ولا سخط بعده بحمل، وهذا لا يكون إلا من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع على أهل الجنة فيقول: هل لكم من شيء؟ يعني يسألون من شيء فلا يسألوا. فيقول الله جل في علا، يقول: أرضى عنكم ولا أسخط أبدا، يعني رضائي ولا سخط عليكم. وهذا إن رضي الله عن عبد فهو في الجنة لا محالة، وهذا رد على الخبثاء الروافض. قال: ولا سوف يرضى. ومن الآيات التي تبين لنا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل ومكانة أبي بكر عند الله جل في علاه، في قول الله عموما، في قول الله جل في علاه عندما أقسم أبو بكر أنه لا ينفق على مسطح، تعرفون مسطح كان بدريا ثلاثة، هو تكلم مع الذين يتكلمون في حادثة الإفك، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح، لا أنفق على مسطح، والله لا أنفق على مسطح. فأنزل الله تعالى معاتبا هذا الصديق فقال: ولا يأتلي أولو، وهذه مهمة جدا اللغة العربية، أولو ماذا تفيد؟ ها؟ لا، أولو، ولا يأتلي أولو، قلت أصحاب يعني توبة، إيش فيها هذه؟ نعم، والمقصود بها من؟ هو هذا اتفاق المفسرين على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر. فانظر أخي الكريم، مكون الكون، خالق الكون بمراميه الشاسعة، يتكلم عن بعض مخلوقاته، يتكلم عن فرد أحد من مخلوقات، ليس نبيا، يتكلم عنه بهذه بصيغة الجمع، يا لها من منقبة،
ليس منقبة بعد هذه المنقبة. هنيئا لك يا أبا بكر، فإن الله يتحدث عنك من فوق سبع سماوات بإيش؟ بصيغة الجمع لمكانته عند الله جل في علاه. فقال الله جل في علاه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أيوته القربة إلى آخره. قال: ولا يأتلي أولو الفضل. فبكى لما ختم الله الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بكى أبو بكر بكاء عظيما وقال: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. ورد النفقة لمسطح رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآيات العظيمة تثبت لنا فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأما السنة فكثير، فضل أبي بكر في السنة عظيم، ومكانة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبي بكر في غير ما موضع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: وهي مودة أخوة الإسلام أو محبة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب كما سيأتي أنه قال عن أبي بكر: قال: واساني بأهله وماله، واساني بأهله وماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت فضيلة أبي بكر في هذه الأمة عندما اشتد الأمر بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر أسرع في الكلام لعمر ثم استسمح، أراد أن يسمح له عمر فراجع نفسه وتراجع فلم يسمح له عمر، ثم ندم عمر وذهب راجعا ينظر إلى أبي بكر، فذهب إلى البيت فقال: أسمى أبو بكر؟ فقالوا: ليس هنا. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه فظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. ثم لما دخل وقص عليه القصة تمعر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي من أجل غضب من؟ من أجل غضب أبي بكر، لما كانت أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه. فجاء عمر بعد أبي بكر فنظر إليه أبو بكر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فعلم أبو بكر ما يحدث فجثى على ركبتيه وقال: والله يا رسول الله كنت أنا الأظلم، أنا أظلم يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع له حتى دخل عمر الخطاب، وهذا درس من أعظم الدروس لتبين لك أو ليبين لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لابد وجوبا أن تنزل الناس منازلهم وأن تعلم السبق لأهل السبق، ومن سابق سبق الله به إليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت هل تركتم لي صاحبي؟ وهذا عجيب، عمر الخطاب من التابعين ولا من الصحابة؟ ده من أفاضل من أماجد الصحابة، وأبو بكر صاحب، لكن هنا نشوف انظر الصحبة افترقت بالسبق وبالمكانة والعلية. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت، وواساني بأهله وماله، سد عني كل خوخة إلا خوخة، يعني كل فتحة نزل تسد إلا فتحة لمن؟ لأبي بكر فقط، لمكانة أبي بكر رضي الله عنه. قال سد عني كل خوخ إلا خوخة أبي بكر. ولما اشتد الأمر أيضا بين أبي بكر وربيع بن كعب الأسلمي في سهم كان لهم، يعني بعض الشجر أو النخل، فاشتد أبو بكر وتكلم بحدة مع ربيعة فسكت ربيعة، فتراجع أبو بكر، كان طيب القلب، والحدة ليست سوء خلق، حدة الطبع ليست من سوء الخلق، هذا طبع، المهم أنه لا يتعدى على الآخرين. فقال فاشتد عليهم، ثم تراجع أبو بكر فقال: اقتص مني، قل لي مثل ما قلت لك. فقال ربيع: لا. قال: قل لي ما قلت لك. قال: لا. قال: أقول قل لي ما قلت لا ما قلت لك، وإلا سأستعدين عليك رسول الله. العجب كل العجب أن بعض الأنصار يسمعون ذلك، فذهبوا لربيع قالوا: هو الذي يقول وهو الذي يستعد عليك رسول، والله لنذهبن معك ولنقصن القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ربيعة بن كعب الأسلمي كان أفقه، وفقه ربيعة علم عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمنى أو سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا فقه المرء مع من أحب، أسألك مرافقتك في الجنة. لكن انظر أخي الكريم هنا لما قال أبو بكر يعني قل لي كما قلت لك، قال: لا. يعلم فضل أبي بكر، فلما قال الأنصار هذا الكلام قال لهم: اسكتوا،
اسكتوا، لا يسمعكم أبو بكر فيغضب، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضب صاحبه، يغضب لغضب من؟ لغضب فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فقه راقي. فانظر إلى معرفة الفضل أبي بكر، قال له بأن أبا بكر لو غضب سيغضب النبي صلى الله عليه وسلم له، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم له سيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فهنا لما جاء ربيعة وتكلم بهذا الفقه وذهب إلى النبي فسبقه أبو بكر فقص عليه القصة، فقال ربيعة ما لك وللصديق، يا ربيعة ما لك وللصديق. شوف انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ النفوس على إكبار أبي بكر، على تفضيل أبي بكر. قال ما لك ولأبي بكر؟ فقال له يا رسول الله كان كذا وكذا، فقال لي كذا، ثم قال رد علي ما قلت لك، فقلت لا، قال نعم لا ترد عليه، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك. فبكى أبو بكر بكاء عظيما. يقول الراوي فما رؤي بعد ذلك من أحد أنه قد آذى أبا بكر في شيء. خلاص علم المسألة بأن السلام يغضب غضبا شديدا لمثل أبي بكر رضي الله عنه. وهذا من فقه ابن تيمية أنه صدر الباب وقال وإن كانت الفضائل كثيرة فيهم ويشتركون في هذه الفضائل فأفضل من فيهم هو الذي حاد السبق هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سبق أبو بكر الناس بكثير بكثير وعلى منازل كثيرة. أقول إخوة الكرام ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف بل موضوع وهو صحيح موقوف عن عبد الرحمن بن عوف وعن غيره، قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بشيء وقر في قلبه. سبق الناس بشيء وقر في قلبه، سبق الناس بشيء وقر في قلبه، إما الإخلاص، إما الصدق، إما حسن الظن، إما اليقين، إما هذه بأسرها مجتمعة، والحق بأنها بأسرها مجتمعة كانت في قلب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن أبو بكر سبق الناس، وهناك حديث فيه ضعف، بل قال علماؤنا أنه إلى الوضع أقرب منه إلى الضعف، بأنه قال لو وزن إيمان أبي بكر أو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة رسول لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأمة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر حقا سبق الناس. وننظر إلى مفردات سبق أبي بكر للناس بالنسبة للصحابة الكرام بعد الأذان إن شاء الله. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبق الناس جميعا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، زرع الله محبته في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وكان يتأنى بعد إسلامه بثلاثة أشهر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أريد المدد، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمده، وبسرية فيها عمر بن الخطاب فيها أبو بكر الصديق، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيدة تطاوع ولا تختلف. فلما ذهب بهم أو ذهبت السرية إلى عمرو بن العاص وأقيمت الصلاة، قام أبو عبيدة ليصلي بالناس، فقام عمرو بن العاص قال لا أنا الأمير، أتيت علي، أنا الذي أصلي بالناس. إمارة، وهو من ثلاث أشهر فقط أسلم. أبو عبيدة بن جراح كان من السابقين وأمره النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل أن سلم صرح قال أبعث إليكم أمينا حق أمين لكل أمة الأمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فقال له نعم تقدم أنت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف. فلما نظر عمرو بن العاص وجد أنه قد تأمر وصلى بالقوم فيهم من؟ فيهم أبو عبيدة، فيهم عمر، فيهم أبو بكر، قال إن لي للحظوة عند رسول الله. فلما رجع أفلا بعدما انتصر فقال يا رسول الله أسألك، قال سل، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، صدر الباب بحب امرأتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال لست عن النساء أسأل، قال عن الرجال تسأل؟ قال نعم، قال أبوها، قال فمن؟ قال عمر، قال فمن؟ قال عثمان. فعمر العاص قال فسكت، وحسب أنه يكون هو الأول عند مقدم عند الإمارة ليست إيش؟ ليست تشريفا بل هي من التكليف، والمرء يحمل حمالات،
بالإمارة هذا. لذلك الإنسان لما يتكلم عن الإمارة ماذا قال؟ قال نعمة المرضعة وبئسة إيش؟ بئسة الفاطمة. عمر بن الخطاب كان يبكي ويقول ليتني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. الغرض المقصود لما سئل الإنسان من أحب الناس إليك قال أبو بكر هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فضل أبي بكر وسبق أبي بكر وسبق أبي بكر على الصحابة كثير. أولا يسبقهم لأنه أعلمهم، هو أعلمهم، والعلم يقدم صاحبه والعلم يفرض نفسه. قال الله جل في علاه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك كان ابن مسعود يقرأ إن معاذا كان أمة، أمة وحده، أمة إماما يقتدى به ويؤتسى به. لما؟ للعلم الذي قد منحه الله. إن معاذا كان أمة لله قانتة، كان أمة قانتة لله حنيفة. فقيل له يا ابن مسعود الآية إن إبراهيم كان أمة قانتة لله، قال إن معاذا كان أمة. هو يقرأها قراءة إيش؟ تفسيرية، ليست هذه قراءة القرآن، قراءة تفسيرية، على أنه يقول بأن معاذ رضي الله عنه أخذ مثل ما أخذ إبراهيم عليه السلام، وكان إماما قانتا لله جل في علاه. فالله تعالى يقدم أهل العلم على غيرهم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والكافرون الأهل والجاهلون أهل العلم إيش؟ أعداؤه. والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. أبو بكر فضل الصحابة بعلمه، فهو أعلم الصحابة، ويدلك على ذلك في مسائل كثيرة. عندما اشتد الأمر الهم الخطب، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تطلب الإرث، إرث أبيها من فدج وأيضا من خيبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، أو قام أبو بكر رضي الله عنه يعلمها ما جاهلت، فقال لا إرث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إرثا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركناه صدقة، وهذا دلالة على علمه الذي كانت معه الحجة به، وكان الصحابة يذعنون له بهذا العلم. وظهر علمه أيضا عليهم بأنه رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد الأمر على الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا جميعا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يغسل وأين يدفن، أما كيف يغسل فاحتاروا، فسمعوا صوتا أن غسلوه على قميصه، وأما في الدفن فقام أبو بكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن في محله الذي مات فيه. وكان العلم عند أبي بكر ولم يكن عندهم، فتقدم أبو بكر عليهم جميعا أيضا بمسائل العلم التي خفيت عليهم. من ذلك أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فصل النزاع في مسألة الخلافة في سقيفة بني ساعدة. قد أمروا سعد بن عبادة واجتمعوا جميعا الأنصار، وجاء المهاجرون ينظرون، والصف سيتخلخل والزلزلة ستحدث في هذه الأمة، وأيضا اشتباك وشيك، لأن المسألة مسألة تصارع الإمارة، وليست تصارعا لكن مسألة اختلاف على الإمارة من الأمير. فالأنصار يروا أنفسهم أنهم الأحق بذلك، والمهاجرون يرون أنفسهم هم الأحق بذلك، واختلف الأمر. فأبو بكر رضي الله عنه فصل المسألة بعلمه، أبو بكر رضي الله عنه فصل المسألة بعلمه. لذلك عمر بن الخطاب قال لما ذهبنا إلى السقيفة فإني قد زورت كلاما، حبرته يعني أنمقته، جعلته بليغا فصيحا، فقد زورت كلاما أتكلم به بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا والله ما أردت كلمة إلا جاء عليها أبو بكر وزاد، ما أردت كلمة من الفصاحة والبلاغة إلا، وكان عمر الخطاب كان فصيحا بليغا، قال ما أردت كلمة إلا جاء عليها أبو بكر وزاد. ثم قام أبو بكر وأقام الحج عليهم بعلمه، وأزعنوا جميعا له بعلمه، فقد سبق الناس بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للقوم إن الله سماكم في الكتاب المفلحين بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، فأولئك هم المفلحون. قال سماكم في الكتاب المفلحون، وسمانا نحن في الكتاب الصادقون أو الصادقين. قال الله تعالى للذين هاجروا من للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال الله تعالى وينصرون الله ورسوله أولئك، قال وينصرون الله ورسوله، قال أولئك هم الصادقون. ثم قال وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا جميعا أنصار ومهاجرين، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا
مع الصادقين، فقال أمركم بالتبع لنا، أمركم بالتبع لنا، قال يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا قد قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش لا ينازعهم أحد فيها إلا كبه الله في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان العلم عند أبي بكر فانفض المجلس على الرضا، فقال منا أمير ومنكم وزير، منا أمير ومنكم الوزير. فقام زيد بن ثابت قال نعم والله نعم الرأي فبايع، ثم قام أبو بكر عمر فبايع، ثم قام أبو عبيدة فبايع، وجاء الأنصار وتتابعوا على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه دلالة على أنه سبق الناس بعلم لم يكن عندهم، سبق الناس بعلم وفقه ليس علما فقط، لأن هناك فرق بين العلم والفقه. أحد يعرف الفرق بين العلم والفقه؟ ممتاز، هذا تمايز صحيح جدا، هو الأهم بذلك الفهم، الفهم فيما يأتيك. الحق الحقيقي العلم ممكن يحمله الإنسان، يكون بحاثا، يكون مطلعا، يكون حاملا حافظا، لكن لا يكون عالما فقيها إلا بإيش؟ إلا بإتقان الفقه، يتفقه في هذا الحديث. ولذلك ابن تيمية قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سندي وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. فانظر إلى فقه أبي بكر رضي الله عنه عندما حدثت المناظرة الكبرى، لما اتخذ القرار بقتال أهل الردة، قام عمر الخطاب خطيبا منازعا قال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام فصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال هم قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال سلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، فكيف تقاتلهم؟ فهو جعله أمام النص الصريح، وعلى أن أبا بكر مخالف بذلك، وأبو بكر لم يخالف. فنظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وأجابه بفقه رائق عندما قال له والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، كأنه حمله من المختلف فيه إلى المتفق عليه. ما معنى ذلك؟ مبتسم، يعني إيش حمله من المختلف فيه إلى المتفق عليه؟ هذا علم رائق من أبي بكر، أصول يعني المتفق عليه هو قتال قتال يعني مش قتل، قتال لو طائفة امتنعت عن الصلاة فتقاتل، فقال هذا متفق عليه ومجمع عليه من الصحابة. فقال الزكاة كالصلاة، فحمل المختلف فيه إلى المتفق عليه. طب ما وجه الجمع؟ قال إنها لقرينتها في إيه؟ في الكتاب، في كتاب الله، لا ترى آية أقيم الصلاة إلا وترى خلفها وآتوا الزكاة. وقال إن كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق الإيش؟ حق المال. إن كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق المال، وكان قياسا جليا. والحق بأن هذا القياس دل على أن فقه أبي بكر يفوق فقه أي أحد آخر، لأن هذا القياس صار قياسا صحيحا بالنص، لأن أبا بكر ولأن عمر ما كانوا قد سمعوا النص، نص الحديث عن ابن عمر، سمعوا النص من أبي هريرة. أبو هريرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط، فعصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لكن الزيادة جاءت في حديث ابن عمر ولم يكن يعلمها، هذه الزيادة أنه قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا من فإن حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فإنهم فعلوا إيش؟ فعلوا ما أخيرهم قول لا إله إلا الله ويقام الصلاة وإيتاء، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا منطوق المفهوم، فإن لم يفعلوا واختل شرط من هذه الشروط فلابد أن إيه؟ أن يقاتلوا. ولذلك قال عمر الخطاب والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أن هذا هو الحق. وهذه دلالة على فضل أبي بكر على هؤلاء، فضل أبو بكر الناس، سبق أبو بكر الناس بصدق النفقة، بصدق النفقة وسعة النفقة. ما من أحد من الصحابة إلا وكان ينفق في سبيل الله، والنفقة عظيمة، والصدقة أعظم ما تكون قربة لله دل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وقال النبي وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين في الصباح والمساء عند طلوع الشمس
يقولان يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. لذلك كان مثلا يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة. جميع الصحابة كانوا ينفقون في سبيل الله وكانوا من الكرم والجود والعطاء بمكان. وإلا سيأتي إن شاء الله الكلام على بعض الصحابة في هذا الخير. وكان أجود الناس فيهم بعد رسول الله هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. وأعظم الناس وأصدق الناس صدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر لا سيما ونقل. لا لا سيما و لا ايش سؤال هو اصدقهم نفقه هو اجودهم عطاء لا سيما و لا سيما و تعال صاحب الاختبار هات لا سيما و ممتاز ممتاز بس ليست هذه لا سيما ان الله قد شهد له بهذا من فوق سبع سماوات لا الأولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله كل ماله لأنه إضافة تعم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لذلك جاءت الأدلة تترى بأن السلام لما استنهض الهمم في النفقة لتجهيز جيش العسرة جاء عمر قال اليوم أسبق أبا بكر فأتى بشطر ماله فنظر عليه وسلم وقال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الشطر الثاني فأثنى عليه ثناء حسن هذه قسمة عدل. وأما أبو بكر فجاء بالمال ووضعه بين يدي وسلم فقال له يا أبا بكر ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أنفق كل المال. لذلك يائس عمر أن يسبق أبا بكر قال والله لا أسابقك بعد اليوم أنت لا تسبق لا أحد يستطيع سباقك لأن الله تعالى من فوق سبع سماوات قدمه على الجميع فهو أصدقهم نفقة رضي الله عنه وأرضاه. وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وساني بأهله وماله قال ما من أحد له يد علينا إلا كفأناه بها. ولذلك كانوا يتقصدون الهدية للنبي طلبا للثواب لأن عائشة قالت كان السلام يقبل الهدية ويثيب عليها يردها بإثابة وهذه المصطلح الفقهي للهدية المراد بها إيش الإثابة وحكمها إن لم يثب له أن يردها مشهورة جدا بين النساء في مصر اللي هي النقطة ربنا يرزقنا الخير ولا تأتينا نقطة من النساء اللي هي المسائل اللي هي تعطيها المال لتأخذ المال بعد ذلك هذه صحيحة شرعا ليس فيها ثمة شيء حتى لو كان بالزيادة لأن هذه الهبة المقصود بها هبة إيه مساب عليها. وأيضا مسألة فقهية أخرى تتعلق بهذه الهبة المساب عليها مثل المعاشات. المعاشات أصلها هذه المسألة لأنك بتدفع المال وبعد ما 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 ما, ما, ما تحال بتأخذه يرد عليك أقساطا منجمة هذا من باب الفقه أن هذه الهبة المساب عليها الهبة المساب عليه. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه. قال وواساني بأهله وماله. ومن صدقه في النفقة بأنه رضي الله عنه وأرضاه حين كان على فراش الموت عليه ثوب جديد ثوب واحد هو كان يلبس ثوبين فقط في العام فكان الثوب الجديد صادف أنه كان يلبسه وهو مريض فنظر فقال لمن حوله فإن أنا مت فاخلعوا عني هذا الثوب وكفنوني بثوب الخلق الثوب الإيش القديم وكفنوني بثوب الخلق والحي أبقى وأهل ويستأهل ذلك وخذوا ثوب الجديد إلى بيت مال المسلمين. عمر الخطاب سمع ذلك فبكى بكى ووقف لا يرتجف فؤاده وتهتز أركانه ثم قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر رضي الله عنه. فقد سبق الناس بذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سبق الناس بأنه هو أعظم الناس يقينا في الله وأحسن الناس ظنا بالله جل في علاه وأعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم توكلا على الله جل في علاه. هذه ترفع الإنسان لأننا قلنا في القاعدة الذهبية إيش بقى هي القاعدة الذهبية أبو بكر سبق الناس فهو أعظمهم يقينا أحسنهم حسن ظن بالله جل في علاه أعظمهم توكلا على الله جل في علاه. هذه قاعدة مهمة جدا ما هي القاعدة أن أعمال القلوب ترتقي بالمرء إلى العلا لا أعمال الجوارح.
أعمال القلوب هي التي ترتقي بالمرء إلى العلا، إلى السماوات العلا. فقلنا حتى أنا بينا بأن أعظم الأدواء أدواء القلوب، أعظم المعاصي معاصي القلوب، وأعظم الطاعات طاعات القلوب كالمحبة والإنابة والخشية والرغبة والرهبة وحسن الظن بالله الذي في علاه. لذلك قال عبد الرحمن بن عوف سبق أبو بكر الناس بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في إيش؟ في قلبه. وهنا نرى يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتلف ويدعو ويبتهل يريد النصرة، فقال اللهم أنت أهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فقال أبو بكر بقلب ذا يقين راسخ، قال يا رسول الله رويدك، يعني على نفسك رويدك يا رسول الله، والذي نفسي بيده إن الله لا ينصرك، إن الله سينجز لك ما وعدك. فيقين عظيم، لكن أخذها المتنطعون وقالوا يوما بيوم الإيش؟ الغار، بأنه لما ارتجف فؤاد أبي بكر قال له أنا سلم بقلب ثابت ما ظنك يا أبا بكر بإيش؟ ما باثنين الله ثالثهما. فقالوا أبو بكر لما ارتجف أبي سلم في عند غزوة بدر وقفك بقلب يقين راسخ، خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين جمع بين الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين جمع بين الأمرين. فأنت لو كنت على يقين بالله جل في علاه وجب عليك أن تعمل بالشرع، وما الشرع؟ أخذ بالأسباب، أن يأخذ بالسبب، فأخذ بالسبب وابتهل وهو على يقين بأن الله سينصر. لذلك بعدما أنزل يده قال لأبي بكر، قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه يبشر بالنصر، ونصر الله تعالى مرفقان يوم التقى الجمعان. لكن ظهر يقين أبي بكر، ظهر يقين أبي بكر رضي الله عنه عندما كان على فراش الموت، فأتوا جميعا يقولون يا أبا بكر نأتيك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، الطبيب قد رآني. قال وماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد، يقين في الله جل في علاه وحسن ظن بالله جل في علاه. وأعظمها أيضا هو إيه؟ النفق. لما قال له سلام ما تركت لأهلك بيقين، قال تركت لهم الله ورسوله. تعلم التابعون ذلك، عندما قال الحسن البصري قالوا له أكثر، قال لا، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن إيش؟ فاطمأن قلبي. سبق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الناس بأنه ألزم الصحابة للسنة، ألزم الصحابة للسنة وأشد اتباعا للسنة. لذلك أقرب الناس إلى النبي وأسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وألزمهم للسنة، وأعظم الناس محبة أو أصدق الناس محبة لله جل في علاه أتبعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، علامة ذلك فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنتي فقد أطاعني، أو قال فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأبو بكر كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ألم يأتيكم نبأ الحديبية وما حدث فيها من النزاع واللغط، وأن عمر الخطاب ما احتمل، وكان عمر الخطاب يقول قولا فاصلا، يقول ألسنا على الحق، أليس على الباطل من نعطي الدنيا في ديننا. فلما ذهب لأبي بكر فقال أبو بكر، هذا ضرب المثل الصحيح، قال أبو بكر هو رسول الله إلزم غرزه، قال هو رسول الله ولن يغزله الله، إلزم غرسه يعني اتبعه واشتد في المتابعة. ولذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاءه عمر بعدما نصح حذيفة بجمع القرآن، لأنه القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، فلما قالوا لأبي بكر نجمع القرآن قال حاشا، وقال صهن، كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. لذلك قال إني أخشى أن أترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي. فانظر إلى الإتقان والصفاء، بل والتمسك العظيم بالسنة. بيقول أخشى على نفسي لو أني تركت شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبي، أو فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبي. لذلك خشى على نفسي، قال لا أفعل. فما زال أبو بكر عمر يبين له، وما زال حذيفة يبين له أن هذه من المصلحة حتى رضي بذلك، لكن رضاءه بالجنب جمع القرآن والنبي لم يفعل، هل هذا حيد عن السنة أم هو من السنة؟ السؤال المطروح معلوم ولا غير معلوم؟
دعك بس، أنا بقول الآن السؤال معلوم ولا غير معلوم؟ مش معلوم. الآن جمع أبو بكر القرآن بأسره، جمعه، طيب جمع القراءات كلها في كتاب واحد، وبعد ذلك جمع عثمان على قراءة واحدة، على حرف واحد، آسف مش على القراءة، على حرف واحد، لكن أبو بكر جمع السبعة أحرف في كتاب واحد. هذا الجمع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول لو فعلت شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أخشى لقلبي ليزيغ، وقد فعله الآن نسأل أن يجمع القرآن. فهل جمع للقرآن من السنة أم ليس من السنة؟ هذا السؤال، واضح السؤال؟ طيب، من السنة؟ ليس من السنة، من السنة، من السنة أم لا؟ طب كيف من السنة؟ خلاص واحد بقى يتبرع يقول لي كيف من السنة، إذا كنا نزلنا على قولكم وقولوا كيف من السنة. لا لا، وايضا في 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 العظم كانوا يكتبوها على العظم. طيب هو صحيح ما قلتم هي من السنه كما قلت اولا انت؟ لا، هي من السنه، ولو لم تكن من السنه لقلنا هي من السنه، من سنه ابي بكر، هي من السنه من وجهين. الوجه الاول ان سلم كان يامرهم ان يكتبوا ايش؟ القران، ومنعهم في بادئ الامر من كتابه السنه. لا، قال لهم لا تكتبوا السنه، ليش؟ حتى لا يختلط الكتاب بغيره. يبقى هو اصاله كتابة القرآن ونعم القرآن كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة ما كانت على إيش؟ على جمع جميع الأحرف، فالأصل أنها كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنها لو لم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من مقاصد الشريعة، وهي سنة أبي بكر، وسنة أبو بكر تتبع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ثم خص أبي بكر وعمر قال يتبعوا أبا بكر وعمر يرشده، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. هذه دلالة واضحة جدا على أنها كانت من السنة، لكنه كان ألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فضيلة يعني تقدم على جميع الصحابة. أيضا فضل أبو بكر أو سبق أبو بكر الناس بشدة زهده في الدنيا، بشدة الزهد والتقى والورع في العبادة، كان من أخشى الناس لله، كان من أتقى الناس أو من أنقى الناس، كان من أزهد الناس في الدنيا. بعض العلماء يقول، وهذا من بعض النبلاء من التابعين، قالوا الدنيا لم يردها أبو بكر وهي لم ترده، يعني هو لم يردها أبو بكر، زهد فيها طلقها ثلاث كما طلقها صحابة الكرام، ولكن أيضا الدنيا لم ترد إيش؟ أبو بكر. إيش معنى هذا؟ الدنيا لم ترده وهو لم يرد الدنيا، كيف؟ هو لم يرد الدنيا، علمنا ذلك وسنبين، زاهد في كل شيء، كلية المال أنفقه، وقال تركت لهم الله ورسوله، عاش بثوب خلق رص، وهو الكريم الجواد، وهو الغني السري، تعلمون كيف أنفق ماله في سبيل الله؟ أعتق بلالا، وأعتق ستة أعبد، وأعتق كثير من العبيد لله جل في علاه، وأنفق المال للدعوة إلى الله جل في علاه. لذلك عمر كان يحفظ له ذلك، يقول بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا على عمر بن الخطاب على 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 أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أزهد الناس في الدنيا، أنه أنفق ماله بأسره، وعاش بثوب خلق. حتى في حديث فيه رجل مجهول ولكن يستأنس به، أن أبا بكر جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثوب ضعيف، بثوب خلق قديم، فجاء جبريل من فوق سبع سماء، جاء جبريل من السماء، فذهب إلى النبي الأمين فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ألقي السلام على أبي بكر وقل له إن ربك يقرئك السلام ويقول يا أبا بكر، بعد هذه الثياب الرص، بعدما كان غنيا ثريا، يا أبا بكر إن ربك يقرئك السلام ويقول هل أنت عن ربك راض فإنه عنك راض، هل أنت عن ربك راض. الله أكبر، الله أكبر على مخلوق من خلق الله جل في علاه يقال له ذلك، هل أنت عن ربك راض فإن ربك عنك راض. فبكى أبو بكر بكاء، فانفجر في البكاء، قال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، ويلبس الثياب الخشنة الرثة، وهو عند فراش الموت كما قلنا قال كفنوني في الثوب الخلق وخذوا الثوب الجديد إلى بيت مال المسلمين. زهد في الدنيا، هو طبعا لم يرد الدنيا والدنيا لم ترده، يعني لم تفتح عليه،
كنوز كسرى وقيصر لم تفتح عليه، ثم فتحت على من؟ على عمر بن الخطاب. لذلك عمر فعل امرا خشيه على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ العشر المبشرين قال لا تبرحوا المدينه، لا تبرحوا المدينه، ما حدش يخرج، تعيشون في المدينه، لانه لو خرج او فتحت عليه الدنيا تفتنه. قال لا تبرحوا المدينه، واخذهم جعلهم في الشورى معه لا يتحركون من المدينه. وما امر عليا ولا عثمان ولا امر احدا الا بعبيده من اجل القتال فقط، على السرايا في القتال. فالغرض المقصود قالوا لم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، وكان عبدا تقيا نقيا خاشعا متذللا، كان اسيفا، اذا قرأ القران بكى وتدبر وهو يبكي. ولذلك قالوا كان ابو بكر اذا صلى لم يلتفت، بحال من الاحوال لو تزلزلت الارض لم يفعل. حفيده عمل ذلك، حفيده كان كذلك. من حفيده؟ طارق بن زياد، عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، نعم، عبد الله بن الزبير وهو يصلي لا رماه الحجاج عليه انه يستحق، رماه بالمنجنيق، حتى ان حجر النار جاء على لحيته فانتبر، وجاء على فخذي فلم يتحرك، لم يتحرك. نعم، لا غر ولا عجب، لكان يصلي وطفل الرضيع الصغير بجانبه جاءت حيه فالتفت على الطفل، وهو فين؟ وين عبد الله بن زهير اللي بجانبه؟ لا في دنيا اخرى، لا يدري بشيء. حتى قال الراوي فجاءت المرأة فصرخت وهو لا يسمع، وجاء الرجال، وجاء البيت الأول والبيت الثاني والبيوتات حوله، الدنيا بأسرها التفت حول الطفل، الحية التفت حوله وهو ليس هنا، ما زال قائما يقرأ ويصلي، حتى قتلوا الحية واستنقذوا منها الطفل وهو لا يرى أحد تقدم ولا تأخر، ما زال يتدبر كلام ربه. وعروة أيضا من الزبير أخوه له نفس الصف، لما الأكلة دبت في رجله قالوا له يعني لابد أن تقطع لي الرجل، فلابد أن نسقيك خمرا ليذهب العقل فنستطيع قطع الإيش بتر رجل. قال خمر أعوذ بالله، لا، ولكن أمهلوني فإذا كبرت ورأيتموني أخذت في القراءة ففعلوا ما شئتم. كبر واستعاذ وابتدأ وشرع في القراءة، بعدما قرأ الفاتحة قرأ القرآن فقطعوا رجله كلية ولم يشعر بشيء، غير أنه حس بالألم عندما حسموا له الدم. تعرفون حسم الدم كيف بعد القطع؟ قطعوها فلم يشعر، فوضعوها في الزيت الايه المغلي ليحسم الدماء، هذه هنا ارتجف شعر، يعني عند القطع والمنشار في رجله والعظم، تعرفون العظام، المسألة أصعب مما يكون، وهو في القراءة. نحن لسنا ما ندري نتعبد نحن أم لا، اللهم اغفر لنا فلا نفضح أمام هؤلاء يوم القيامة. فكان أبو بكر كذلك، إذا صلى لم يلتفت، وإذا قرأ تدبر القراءة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فماذا تعللت عائشة لتذهب عنه ذلك؟ قالت إن أبا بكر رجل إيش أسيب بكاء، إذا قرأ يبكي فيستعجم عليه الأمر، ما يسمع الناس من قراءته من شيء، يبكي. وكان يقرأ القرآن متدبرا، لذلك أهل مكة جاءوا يشتكون لجبير بن مطعم الذي جاء الذي أخذه في جواره بأنه قال يعني بعد عنا صاحبك هذا، أفسد علينا الصبيان والنساء، لأنه كان يأتي إلى حوش البيت، حريم البيت، الساحة، يأتي يأخذ المصحف يقرأ، النساء يسمعون من حلاوة قراءة أبي بكر وبكاء أبي بكر، يأتي الصبيان يلتفون حوله، والنساء يفتنون حول أبي بكر يسمعون وهو يقرأ ويبكي، فقال أفسد علينا نساءنا وأفسد علينا أطفالنا. فكان من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أنقى الناس وأتقى الناس، لذلك سبق الناس أبو بكر لا سيما، وقد قال الله عنه في الكتاب ولا يأتلي أولو بالجمع، أولو الفضل والسعة، وقال عنه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، الحمد لله ولله الحمد. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين
ريا فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.